نحن الآن في الجولان السوري المحتل. من خلفنا تقع مدينة القنيطرة المحررة المهدمة، ومن خلفنا أيضا معبر القنيطرة. هذه النقطة تؤكد وتشرح بوضوح حجم التورط الإسرائيلي وتورط الاحتلال الإسرائيلي في الأزمة السورية. خلال العشرة أيام الأخيرة والأيام القليلة الماضية، وبعد أن سيطر الإرهابيين على هذا المعبر، تحول هذا المعبر من نقطة خاملة، من نقطة شبه مغلقة في الأشهر والسنوات السابقة، إلى نقطة تعج بالحياة والحركة بفعل التعاون المشترك ما بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وما بين العصابات المجرمة. لقد شاهدنا طيلة الأسبوع الماضي بالعين المجردة حجم هذا التورط وحجم هذا التعاون، كيف لجأ الإرهابيون إلى الدخول إلى هذا المعبر، ومن ثم الانتقال من النقطة المحررة في المعبر إلى الجزء المحتل من المعبر، حيث تقع قوات الأمم المتحدة وقوات الاحتلال الإسرائيلي. لقد كان الإرهابيون يتنقلون بحرية تامة ما بين النقطتين، وعندما كان يشتد عليهم القصف بفعل ضربات جيشنا العربي السوري، كانوا يلجؤون ليس فقط إلى الجزء الشرقي من المعبر، بل كانوا يعبرون إلى الجزء الغربي، حيث تتواجد قوات الاحتلال الإسرائيلي وقوات الأمم المتحدة. كانوا يختبئون هناك، وعندما يخف عليهم القصف والضرب كانوا ينطلقون من هناك إلى خطوط التماس في داخل مدينة القنيطرة المهدمة. أيضا من داخل هذه النقطة، لقد شاهدنا بالعين المجردة كيف لجأت قوات الاحتلال إلى مد هؤلاء الإرهابيين بكل ما يلزمهم من عتاد وسلاح وكل شيء. تحول هذا المعبر إلى غرفة عمليات، إلى غرفة قيادة للإرهابيين، تحول إلى ملجأ آمن يأوي الإرهابيين ويحميهم من ضربات جيشنا العربي السوري. هنا تختصر الحكاية بهذا المعبر، حكاية التورط الإسرائيلي في الأزمة السورية. من هنا يعبر كل شيء، ومن هنا تتدخل إسرائيل في الأزمة السورية لتنفذ مشاريعها في 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 وبما يخدم مصالحها ودعم العصابات المأجورة في الداخل السوري. على الجانب الشرقي من المعبر، وبعد أن سيطر الإرهابيين في البداية، تم رفع علم الانتداب، ومن ثم تم أنزل لا ندري لماذا، ومن ثم رفع علم جبهة النصرة، ومن ثم تم إنزاله. حاليا يرتفع هناك علم لا ندري لأي عصابة يتبع هذا العلم، وعندما سألنا قيل لنا إنه يتبع إلى عصابة تسمى جبهة ثوار سورية ألوية صلاح الدين. لا أدري من اخترع هذا العلم، ربما الاحتلال الإسرائيلي لم يرق له بقية الأعلام فاختار هذا العلم. ربما البعض يتفاجأ كيف إسرائيل تصنع لهم علم وتقر لهم علم. أليس علم الانتداب هو من صنيعة فرنسا؟ أليست فرنسا هي التي أقرت علم الانتداب وأقرت صياغته وكل مكوناته ورفعته في الداخل السوري؟ والآن إسرائيل هي التي تشرف على هذه العصابات، وهي التي تقرر أي علم يرفع على معبر القنيطري. حاليا هو هذه الراية السوداء، وقريبا إن شاء الله ستزول هذه الراية وسيزول هذا العلم بفعل ضربات جيشنا العربي السوري، عندما يدحر هذه العصابات ويتم سحقها وطردها وإخراجها من الداخل السوري.